السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو ماشي نوري لكم كيفاش نخدموا الكاوكاو باش يولي ونعطيو له طعم اللوز، وما في الحلويات تاع اللوز نستعملوه بدون خوف يصبح الكو تاعه يشبه الكو تاع اللوز. نفس الطريقة أبدأ في المقادير. أنا نوري لكم مقدار صغير، أخذت 500 غرام من الكاوكاو هكذا بيض، كمية كبيرة من الفانيلا بودرة، حبة ليمون، أضع قدر على الماء، أضع فيه كمية من الماء حتى تغلي. عند الغليان عندما تغلي أضيف الكاوكاو، الكمية الكافية من الفانيلا وحبة الليمون مقطعة إلى أربعة على هذا الشكل، وأتركه يغلي لمدة ربع ساعة، ربع ساعة فقط لا أكثر ولا أقل. عندما يغلي الماء نوضعه أنصاف الليمون، أضيف الفانيلا. أنا في هذه الكمية وضعت حوالي ملعقتين كبيرتين، أضيف الكاوكاو. بعد ما مرت ربع ساعة على الكاوكاو غلى في الماء الفاني والليمون، نحيوه نصفيه في هذا المصفات ونتركه حتى يقطر تماما من الماء، ونوضعوه في هذه الصينية فرشناها بورق المطبخ ونوضعوه ينشف. إذا كان الحال سخون يدوم يومين باش ينشف، ولا كان الحال بارد يأخذ حتى الأسبوع ينشف مليح مليح حتى يولي يابس. ذاك الحين نأخذ نوري لكم كيفاش يولي. هذا هو وضعناه ينشف، قلت ماذا بينا ما ينشفوش في السمش، نشفوه في الظل حتى يبس. هذا هو أنا كنت محضرة ديجا، ها هو دا يصبح بهذا الشكل، يصبح بهذا الشكل، نطحنوه، ها هو كي نطحنوه يصبح تماما في اللون وفي الملمس كل شيء كي اللوز. وعند تحضير الحلويات إلا كنا ماشي نحضروا حلوى باللوز نستعمل عطر اللوز المر. قلت إذا كنت ماشي نحضر حلوى باللوز نعمل هذا الكاوكاو هكذا يشبه اللوز، ونعمل معاه عطر اللوز المر، نضيف له عطر اللوز المر أكدوا. وإذا كنت ماشي نستعمل حلوى بالجوز نضيف له ملعقة كبيرة من الكاكاو ونضيف له عطر الجوز، عطر الجوز ها. ونستطيع أن نضيف عطر البندق كذلك، عطر البندق. ونظرا لتكلفة أي البخي تاع البيستاش واللوز غاليين بزاف، بعض السيدات ما يجموش يشريوهم، حنا عملنا ضيف ان فو بيستاش. دائما بهذاك الكاوكاو اللي كنا حضرناه نضيفوا له عطر بيستاش، عطر البيستاش وقليل من الملون الاخضر، ونخلطوه ونوضعوه في صينيه حتى ينشف نحصلوا على هذا الفو بيستاش. نتمنى هذا التدبيره او هذه الوصفه تكون عجبتكم وتسهل عليكم، تسهل عليكم وصفات حلويات كثيره كنتم ما تنجموش تحضروها باللوز او بالبيستاش او بالجوز، ونتمنى تعجبكم وتجربوها. والى فيديو قادم ان شاء الله. لا تنسى الضغط على لايك إذا أعجبك الفيديو واشترك في القناة إذا ما كنت مشترك سابقا من خلال الضغط على سبسكرايب حتى توصل كل فيديوهات وفيديوهات القناة توصل إلى كل الأشخاص.